والله رأيت بنفسي مقطع موكب الشيخ الفلاني أتى للمحاضرة والمخيم الفلاني، انظر حال استقباله بموكب، ثم حال توديعه بموكب. أمراء رؤساء، هذا السلف يقول لما اجتمع عليه 10 ويمشي في الطريق قال إليكم عني ذبان طمع وفراش في النار. وبعض السلف لما مشى معه بعض أصحابه قال لغرض ما، قال اذهب مع الطريق الفلاني حتى نلتقي في آخره فلا أرى أحدا عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطأ عقبيه رجلان، ما أحد يمشي خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إليك إليك، يعني ما يقال ابتعد. ومواكب استقبال وتوديع إلا ماذا، وفلاشات وأنوار. أنا أقول قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أعظ النفوس أزيد الإيمان، يعني غدا أو بعد غد لما أتكلم عن الزهد، من هو أنت حتى تتكلم عن الزهد وهذه أحوالك؟ تتكلم عن الورع